الأخرى مثل آيريس سي الألمانية والأنظمة الجوية الأخرى التي وفرتها هذه المجموعة. ساعدنا أوكرانيا على الدفاع عن سمائها ولا نتوانى عن ذلك. فشلت روسيا في السيطرة بشكل كامل على الفضاء الجوي الأوكراني، وبالتالي قدرات الجوية ستكون تركيز مناقشاتنا اليوم. ودعوني أغتنم هذه الفرصة لأتكلم عن أجندة اليوم. إنها سينضم إلينا صديقنا أليكسي ريسكنكوف وفريقه. أليكسي، شكرا جزيلا لأنك استغرقت هذا الوقت لأنك قدمت لنا ما هي الأولويات المتحدة بالنسبة لأوكرانيا. قادة الأوروبيين بالإضافة إلى مجموعة المساعدة لأوكرانيا والقادة الأمريكيين ستكلمون عن ما بحاجة إليه أوكرانيا، وسنتكلم كيفية تسريع الصناعة العسكرية لتوفير مثل هذه الذخائر والمدفعيات. علينا أن نغوص بشكل أعمق، وعلينا دائما أن نبحث عن طرق مبتكرة لتعزيز قدرتنا الصناعية. نعرف أن رهانات مرتفعة، ولكن هذه القضية عادلة وعزمنا قوي، وسنستمر بالوقوف مع أوكرانيا بالإضافة إلى الدفاع عن حقها في الدفاع عن نفسها ودفاع عن عالم للعادل والحر، بالإضافة إلى أوكرانيا حرة ومستقلة مهما استغرق الأمر ذلك. الآن سننتقل إلى هذه الدقيقة لنطلب من كل وسائل الإعلام مغادرة الغرفة. And we'll stand up for a free and sovereign Ukraine for as long as it takes. And with that, I'll pause for a moment and allow our friends in the media to depart.